ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع الفقره المتميزه ومع المتميزه استاذه منى محمود اخصائيه التخاطب اللي منوراني في الاستوديو النهارده. اهلا بيك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبتي. طبعا تعديل السلوك من الاساسيات المهمه جدا واللي بتخص كل اسره وبتهم كل اسره واللي بتحتاس فيها الاسره برضو. كل ام بتبقى خلاص بيبقى عندها جت طاقه كده والطاقه دي نفذت ومش عارفه انها تتصرف ازاي مع اولادها. فحابين الاول نبدا تعديل سلوكيات الابناء من البدايه خالص. امتى اصلا اقول ان ابني محتاج تعديل سلوك؟ ابتدي من بعد 4 سنين. الطفل بعد 4 سنين ده تعديل السلوك السليم. ليه؟ قبل ال4 سنين اسمها تربيه. يعني انا بربي الطفل، بعوده على حاجات بسيطه وتربيه، تربيه عاديه بتاعت ام عاديه جدا، بسيب الطفل يلعب وينطط ويتشقى زي ما هو عايز في قلب البيت، مفيش اي مشكله خالص. الحالات البسيطه اللي انا اتدخل فيها اثناء ال4 سنين دول، حاله مثلا عمل حاجه عيب، حرام، حاجه خطر، الحاجات دي انا اتدخل فيها. وطبعا ما نهاروش قوي وعنفه قوي وعسفه قوي، برضو في التربيه لازم يكون في سلاسه شويه، ما يبقاش ضاغط على اعصاب الاطفال. تمام. طب بس هو 4 سنين. معلش مقاطعه من كلامك، اول 4 سنين بتقولي المفروض ان انا اسيبه عشان دي تربيه؟ اسيبه يعني يلعب زي ما هو عايز. يعني ما بقاش كئيبه معاه، ما بقاش العب معاه، يعني اسيبه يلعب يعني زي ما هو عاوز. في الفتره دي اصلا فتره شقاوه شويه، يعني احنا بنسميها شقاوه. ففي ناس امهات او اباء ما بيستحملوش ده، فيقول لك لا المفروض تعلميه وتربيه على حاجه معينه او على سلوك معين، ما تخلوش يعمل كده، لا ده عيب، ده غلط، وبيعاملوه كانه شخص كبير. فالمفروض ده اكبر غلط اساسا، ده اكبر غلط. الطفل اساسا في السن دوت هو عايز يعيش سنه. انا لما اقول له كل حاجه عليها لا او كل حاجه لا غلط وعنفه واتكلم معاه بصيغه ان هو يعني حد كبير قدامي، طب ما ده غلط عليه، هيعيش السن ده امتى؟ مش هيعيشه كده. وبعدين هو يعمل اللي هو عاوزه في قلب البيت وانا اصلح، ايه المشكله؟ الطفل يلعب زي ما هو عايز وانا العب معاه وابتدي ان انا اشوف هو بيقلب الدنيا في الحته دي، انا هعدلها تاني، ايه المشكله؟ عادي، ماما بتلعب معايا. الطفل اللي قاعد جنب مامته في البيت وما بيتحركش خالص، الطفل دوت اساسا احنا المفروض نخاف عليه. يعني الطفل بطبيعته شقي، الطفل بطبيعته شقي، يطلع الطاقه اللي جواه، لازم يخرج الطاقه اللي جواه ويلعب. هو ما لعبش وفضل قاعد جنبي وساكت وطفل وديع كده وجميل وماسك مثلا مش عارفه الموبايل وبيلعب ايه ودوبك قاعد جنبي كده، لا انا خاف عليه جدا. والطفل يعني ده لازم تخاف عليه، لا غلط. تخاف عليه جدا. انا اقول لماما روحي اكشفي عليه، اطمني على ابنك. طول ما هو قاعد جنبك وساكت كده وما بيعملش اي حاجه خالص خالص، لازم تخافي على الطفل ده. لكن الطفل الشقي ده طفل جميل، يعمل اللي هو عاوزه. طيب يعني الشقاوه دي ما بتاثرش عليه لما بيكبر وتخليه ان هو يعني ايه اتعود خلاص على السلوك ده؟ بعد ال4 سنين انا بعدل سلوك. انا قلت خلال ال4 سنين الاولانيين ماشي، اسيبه يلعب، طفل طفل، لما هو ما لعبش انا اللي هلعب، طبيعي جدا لازم هو اللي يلعب، لازم هو ينبسط وانا العب معاه، انزل لسنه وانزل لمستواه وافهمه بالراحه لو في حاجه خطر، حاجه عيب، حاجه حرام، بتدخل في النقط دي وبتدخل برضه بالراحه، يعني بتدخل بلطف معاه وبالراحه. طيب واحنا بقى بنتدخل بقى في السلوكيات الاطفال دي في بدايه ال4 سنين او بعد كده؟ بعد ال4 سنين. بعد ال4 سنين بقى بيبدا في بنلاحظ سلوك الكذب. ازاي اعدل المشكله دي وازاي اعالجها بشكل ايجابي؟ طيب سلوك الكذب ده اصلا ليه 3 انواع. يعني في كذب اسمه تخيلي. يعني الطفل بيبقى عايش خيال هو اللي بيعمله، زي ما بنقول ايه، ده الطفل ده خيال واسع. أيوة. الكلمه دي احنا دايما بنقولها، مثلا هو طفل تخيلي، بيتخيل ان هو سوبر مان، بيتخيل ان هو موجود في المدرسه بتاعته او بيتخيل ان هو موجود في الحضانه على حسب السن بتاعه، بيتخيل ان المس ضربته، بيقعد بقى يتكلم ايه، المس ضربتني النهارده وانا رحت عامل كذا وهو هي عمل، بحكي قصه. يعني انا بحكي لها قصه وهميه. في الحته ديت انا ابقى عارفه ان ابني بيكذب، بس ما اقولوش انت بتكذب. لا انا اعيش مع الخيال بس بطريقه جميله. يعني ازاي؟ ان انا مثلا وانا بتكلم معاه ما اقولوش مثلا انت بتكذب عليا، اقول له لا ايه ده، انت كان نفسك تبقى سوبر مان، انا كمان كان نفسي ابقى سوبر مان، بس انت عارف ان احنا ما ينفعش ان احنا نطير. يعني حاجه كده اعيش معاه بس افهمه ان انت غلطان. كذب تاني مثلا كذب تقليد. ما هو السلوك ده، السلوك دوت اصلا مكتسب. يعني انا بكتسبه من الاسره، الطفل بياخده منين؟ من ماما وبابا. الطفل شافني بكذب، هو ماما بالنسبه له وبابا بالنسبه له ما بيغلطوش، دول حاجه كده ما بتغلطش بالنسبه له، فهو بيتعلم مني، فهو شافني بكذب، يبقى انا الكذب اللي انا كذبته ده هو ده سلوك طبيعي جدا وصحيح، والطفل بيمشي على نفس المنوال.
بيكذب هو كمان. الكذب الثالث بقى الكذب الخوف. الطفل مثلا وقع حاجه ماشي وبيجي يقول له مين الوقع دي، اول ما اقول له مين الوقع ده مثلا وابتدي بقى ان انا هتحول بقى عليه وهو هيفهمني ماشي. في الاول لو قال لي اه وانا ضربته خلاص هو عارف ان ماما بتشخط فيا وبتضربني لما انا بوقع الحاجه. فانا مش هوقع، لو وقعت الحاجه هقول لا مش انا. وممكن يحلف لي ان هو ما وقعش حاجه. فهو طبيعي ان هو لازم يوقع. يعني انا هضربه ليه؟ انا بوقع والصغير بيوقع والكبير بيوقع، ده شيء طبيعي. فانا لازم اقبل طفلي بشقاوته واقبل طفلي بلعبه، لازم يلعب. هي دي الفكره في الكذب. لكن انا اصلح من نفسي، يعني الام والاب يصلحوا من نفسهم، الطفل عمره ما هيكذب. سلوكه هو الطفل نفسه بياخده مني. أيوة بيكتسبه مني انا. هو فعلا بيكتسب من اللي قدامه، سواء والده او والدته او اخواته، فهو بيقلد اللي قدامه بالظبط كده. وخصوصا بقى لو جت في اوقات حد اتصل على التليفون، ايوه ماما مش موجوده، ماما بتقول انها مش موجوده. انت علمتني كده علمت ابني ان هو ايه، ان انا اكذب. فده تصرف، فهو التصرف اصلا يعني ممكن تكون السلوكيات السلبيه دي اصلا نابعه وجايه من اولياء الامور بالزبط. او جايه من اخواتي، فهو تقليد لي اللي بيشوفه اللي قدامه صح كده بالظبط. هو ده طفل. تمام. طيب بالنسبه بقى للطفل العنيد، يعني يمكن اغلب الاطفال اصلا شخصيات عنيده، ويمكن خصوصا كمان الاولاد شخصياتهم عنيده جدا. ازاي ان احنا نعالج الموضوع ده ونتصرف فيه ازاي؟ هو الطفل العنيد اصلا طفل جميل. جميل ازاي؟ هو طفل عايز يعتمد على نفسه. عايز يعتمد على نفسه من هو صغير. بتلاحظي في اطفال تيجي تاكليها تعمل كده المعلقه، انا عايز اكل انا. أيوة. انا اللي عايز اكل. ابني بيعمل كده. انا اللي عايز اكل بايديا. فطبعا انا بقى كماما قاعده في البيت، الله يعينك طبعا انا ما قلتش حاجه، انت تعبانه وشقيانه وكل حاجه. بس ايه ده، انت هتاكل هتوسخ السجاده، لا انت هتوسخ كده. فطب معلش افرشي له حاجه وقعديه، مفيش اي حاجه. نعمل تهيئه للموقف نفسه، لانه احنا عارفين هو هيتصرف ازاي. فنعمل أيوة. تهيئه وتمهيد أيوة. للموقف نفسه. اه بالظبط. ده الطفل عايز البس لوحدي، اعوده بالراحه ان هو هيلبس لوحده. عايز يختار. فانا كل حاجه عندي لا لا لا، انا اللي اعمل مش انت، انا اللي اعمل مش انت. يطلع ضعيف شخصيه، يطلع عنيدي. كل حاجه انا عندي لا لا لا. طب هيختار امتى؟ ما هو لازم يختار. الطفل بطبعه يعني هو مش بيتولد عنيد، بس احنا بنعلمه العند. لما كل حاجه اقول له لا، طول ما الحاجه مش مؤذيه مش مؤذيه اديها له. يعني ايه المشكله؟ في ناس تقول لك لا انت مدلعه قوي، مش كل اللي يطلبه ياخده. ايوه. مش كل اللي يطلبه ياخده. نتصرف ازاي بقى في الموقف ده؟ ما هو مش كل اللي هيطلبه ياخده. هو لو اتربى على قوله لا هو هيبقى عايز ياخد ده. انت كل حاجه ما عندها فيها. فانا مش هربي حته العند فيه، انا هدي له حاجات مباحه وحاجات الخطر همنحها. ولما اقول كلمه لا يبقى استمر على قوله لا. ما ينفعش ان هو مثلا طفل يعيط وينهار من العياط وبعد في لحظه اروح انا اقول طب خلاص خلاص خد. في ناس لطيفه بتتدخل في الموضوع من قبل الجد الجده العم العمه الخال، اديله الحاجه دي عشان يبطل عياط. معلش هو الحاجه دي مؤذيه، انا مش هديها له. يعني انا مش هديها له. لو انا قلت اه بعد ما يتمرمغ كده في الارض ويعيط وينهار مني، خلاص هو عارف كده ماما نقطه ضعفها فين. انا هعيط، ماما هتديني الحاجه دي. فانا من الاول قلت كلمه لا، خدت القرار، يبقى انا استمر عليه، ما ارجعش في الكلمه. وزي ما قلنا مش كل حاجه لا، عشان هو حتى يحس بفرحه يعني ايه اللي قلت اه دي اه. وفي نفس الوقت يبقى عارف ان لا يبقى انا دي حاجه مش كويسه، انا مش هاخدها. تمام. طيب احنا اتكلمتي في فتره الشقاوه او اللي احنا بنسميه الشقاوه، وانها دي حاجه كويسه. طيب عايزين نفرق بين الشقاوه وفرط الحركه، لانهم مصطلحين مختلفين، وفي نفس الوقت بيخلط عليهم الامر عند بعض الناس، ما بيعرفوش يفرقوا بين ده وده، وممكن يكون ابنها شقي ولكن تقول عليه فرط حركه، فتبدا انها تتخض بقى وتعمل يعني معسكرات على الموضوع ده. لا طب احنا عايزين نطمنها ونفهمها ايه الفرق بين الشقاوه وفرط الحركه. هو في فرق كبير طبعا. الطفل الشقي ماشي، واحنا قلنا الطفل الشقي طفل طبيعي، لازم افرق ان الطفل الشقي طفل طبيعي وطفل جميل اساسا، وما هو ده اللي ما تخافش عليه. يعني ده الطفل اللي ما تخافش عليه. الطفل الشقي بيهد الدنيا في البيت، بيتشقلب وبيلعب وبيعمل كل حاجه، كل حاجه بيعملها في قلب البيت. لو خرج بره بيحاول يتشقى في الاماكن اللي هو عارفها. الاماكن اللي عارفها. بس طول ما ماما مثلا بتقول له اسكت، بيقعد شويه جنبي وبيسكت وبيسمع الكلام بيسكت، وبعدين يبتدي يقوم يتشقى تاني. لكن طول ما احنا بره في الشارع هو ماسك في ايدي، بيبقى برده ايه هايب المكان وهايب الموضوع. فده الطفل العادي، ده الطفل الطبيعي.
الطفل بقى فرط الحركه الاي دي اتش دي ده يعني بيبقى مش عارف اساسا المخاطر، ما عندوش احساس بالمخاطر، شقي جدا جدا لدرجه انت ما بتعرفيش تقعدي، شقي في البيت وشقي بره البيت، تبقي ماشيه مثلا لو انت ماشيه معاه في شارع انت بتبقى خلاص عايزه تربطيه، لو انت قاعده بتذاكري له مثلا مثلا بتبقي بتكتفيه، عايزه تكتفي ايديه لان هو ايده شغاله وحواسه كلها شغاله ودنيته كلها شغاله، ما بيعرفش يقعد، ما بيعرفش يقعد، واقعد شويه يا حبيبي ما بيقعدش، غير عكس الطفل الثاني، عكس الطفل الثاني بيبقى بتشخطي فيه مثلا مره بيفضل قاعد شويه، وقت الواجبات بيبقى قاعد، وقت الشقاوه بيتشقى، لكن الثاني لا، الثاني بيبقى صعب. انت عايزه تهدي من شقاوه ابنك شويه في البيت لو انت حاسه ان هو شقي بقدر الامكان، ما تديلوش حلويات مسكرات قوي، بتديله طاقه زياده، وكده كده احنا عندنا طاقه فهو مش ناقص طاقه. هي دي الفكره يعني. طيب وفرط الحركه ازاي نعالجها؟ يعني انا عارفه يعني عرفينا في اكاديميه حضرتك ساعد طفلك صح؟ تمام. لو نعرض صوره ليها ازاي بتعالجي المشاكل دي، مشكله فرط الحركه عندكم بالمركز؟ هو فرط الحركه، طفل فرط الحركه وطفل التوحد لازم يتابع مع دكتور مخ واعصاب، ده اساسي. لازم يتابع مع دكتور مخ واعصاب، ده اساسي. وانا بقى شغاله معاه اللي هو الجزء اللي يخصني، الجزء اللي هو يخصني بعدل سلوك معاه، بتخاطب طبعا معاه نفس ده شغلي انا، لكن شغل الادويه ما تخصنيش. لان طبعا في ادويه معينه عشان هو يهدى، هو لو ما جايش واخد الدواء بتاعه اصلا انا مش بعرف اشتغل معاه. يعني لو ما استمرش مثلا واشتغل مع دكتور مخ واعصاب زي ما هيشتغل معايا، انا مش عارفه اشتغل معاه. طول ما انا شغاله معاه انا مكتفه ايديه، لان انا مش عارفه اكتب حاجه، مش عارفه اديله كلام، مش عارفه اوريله كارت اعرفه عليه من الحركه بتاعته والشقاوه بتاعته. هو ده الطفل فرط الحركه، فلازم مخ واعصاب. ربنا يعين الامهات والله بجد. يا رب. طيب نتنقل لجزئيه مهمه جدا برضو وهي التاخر اللغوي. تمام. في حياتنا والضغوطات اللي بتقابلنا في حياتنا، فدي بتأثر يمكن على الوقت الأمهات، على وقت الآباء، فما بيبقوش عندهم الوقت الكافي إن هم يقعدوا مع أولادهم، فبيبدأ إن هم أولادهم هم أولياء الأمور بيهملوا النقطة دي عند أولادهم في إن ابني اتكلم ما اتكلمش، ده بكرة يكبر بيتكلم، فسنة ورا سنة ورا سنة تلاقي الطفل أصبح 4 سنين أو 5 سنين ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يقول جملة على بعض. فإحنا عايزين نعالج إزاي نعالج مشكلة التأخر اللغوي عند الأطفال؟ هو لازم التوعية للأهل، لازم يبقوا واخدين بالهم ان ابني بيتكلم في سن السنة بيقول بابا وماما، السنة ونص مثلا بيقول 10 كلمات مفردات، لازم في كده وصل لسن السنتين ما تكلمش خلاص كده خطر. انا وصلت لسن السنتين، سنتين وابني ما نطقش، ما نطقش كلمة، انزل حضانة على طول، انزل حضانة على طول. يعني اول علاج واول خطوة من خطوات علاج ده بالنسبة للطفل اللغوي الطبيعي اللي ماما وبابا اتسببوا في ان هو اتأخر لغويا. يعني هو ما عندوش اي اعاقات او اضطرابات تانية؟ بالزبط. لا ده احنا انا مش هتكلم على طفل الداون ولا الاوتيزم ولا طفل فرط الحركه برضه هيتاخر كده برضه، ولا طفل مثلا نقص اكسجين او مشاكل سمعيه وبصريه. كل الاطفال دي كده كده هتتاخر في الكلام، ده اساسي هيتاخروا في الكلام. احنا بنتكلم على طفل النورمال العادي اللي انا جبته للدنيا واهملته. اهملته ازاي؟ سبته قدام الموبايل وقدام التلفزيون، ما اتكلمتش معاه كتير، ما اديتلوش لغه، ما اكتسبش لغه مني. لان طبيعي الطفل في البيت ماما وبابا ما فيش غيرهم، وماما طبعا بالاخص هنقول عشان هي اللي قاعده معايا. الماما لو شغاله ما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله اشتغلي وهنرجع رغي. احنا بنرغي 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 كتير مع ابننا. انا بكلم 20 كلمه هو بياخد كلمه وبيخزنها، بياخد كلمتين وبيخزنهم لغايه ما يبتدي يطلع من اللغه الاستقباليه اللي هو خدها الى اللغه ايه، ان هو يقدر ان هو يرسل ليا. هو كل ده بيستقبل بس. طب هو ما استقبلش معايا حاجه طول السنين دي وانا سايباه، مش هيخزن معلومات، وطبيعي هيتكلم مش ازاي، مش هيتكلم، مش هيتكلم. سن السنتين، وصلت لسنتين ابني ما اتكلمش، طبعا انا في خلال السنتين دول انا ما بطلش كلام، ما بطلش كلام، ما بطلش ملاحظه لابني. سن السنتين ما اتكلمش، انزل حضانه على طول، شهرين ثلاثه بالكثير ما اتكلمش، ده محتاج تخاطب. ده على طول كده. يعني كاختبار للحضانه اول 3 شهور اذا ما لقيتش نتيجه ابدا ان انا الجا لاخصائي تخاطب، لان الحضانه عليها عامل كبير وبيساعد، وتواصل اجتماعي طبعا بين الاطفال وبعضهم. انا بقلد بقى الطفل ده بيتكلم، بقلد ده المس بتتكلم، ده بيتكلم، فانا عمال اكتسب، عمال اكتسب، فهتبتدي الكلام يطلع ما دام ما عنديش مشكله. لكن انا عندي مشكله، هتطلع ازاي الكلام؟
في بقى اللي يقول لك طيب ما انا اشغل له التلفزيون، اشغل له الكرتون، التاب، الايباد، التليفون، الحاجات دي كلها ما هتساعد وهتخليه برضو يتكلم. في ناس تانية بعقلية تانية تقول لك كده، ما هو الكلام ده اللي بيتقال هيسمعه وهيسجله وهيبدا يتكلم، يبقى انا كده ايه اللي يخليني ان انا اوديه حضانه؟ ما واحده انا اديت له اكتر واكبر خطر موجود على الطفل ده. انا بقول للطفل، بقول لمامته تلفزيون موبايل اقفلي، اقفلي بمعنى كلمه اقفلي، ما تدلوش موبايل في ايديه، ما تدلوش يعيط يتنطط يعمل اللي هو عاوزه. هيتعلم ان الموبايل مش موجود في حياته. اكتر خطر موجود دلوقتي في حياتنا هي التكنولوجيا اللي احنا اساسا بنستعملها غلط. بنستعملها غلط مش اكتر من كده. لكن انا ساعدت الطفل اصلا بالتلفزيون والموبايل ان هو ما يتكلمش. ومشكله الكرتون اللي قاعد عليه، احنا كنا زمان بنقعد على الكرتون قد ايه؟ كنا بنقعد عليه ما فيش نص ساعه، نص ساعه. لكن دلوقتي الطفل عنده قنوات من الكرتون كبيره جدا و24 ساعه شغال. الطفل دلوقتي يكتسب لغه ايه؟ كرتونيه. انت برضه عملتي حاجه غلط لابنك. فكل ده يتمنع، امنعي الموبايل، امنعي التلفزيون، نزلي حضانه. 3 شهور الطفل ما اتكلمش، اخصائي تخاطب على طول. وبرضه في الحضانه، مش اي حضانه، اكيد لازم يكون في عوامل وشروط، لان في بعض الحضانات بيشغلوا التلفزيون برضه، يعتمد لو الطفل صغير فيشغل التلفزيون. ده حقيقي بيحصل وقدام عيني وحصل، وانا اتكلمت في الموضوع ده. يا جماعه انا مش هعالج من ناحيه وانتوا تفسدوا اللي انا قلته من ناحيه ثانيه، مش هينفع. انا قلت الطفل يتمنع من التلفزيون، الطفل الحضانه دي بالنسبه له انا هلعب وهتشاقى وهاخد جزء كده اللي هو ايه، مش هنقوله اكاديمي حتى عشان هو لسه صغيرين في حته الاكاديمي دي، صغيرين لسه شويه. هي كل الحكايه ان هو هياخد بس مجرد تعارف على حاجات كتيره، يرسم، هيلعب، دي الحضانه بالنسبه له. الاطفال بقى بتلعب مع بعض وبتتكلم. لكن تلفزيون شغال في الحضانه؟ لا. لا خالص. تمام. طيب حابين بقى نختم بسؤال كده، تدينا نصايح، عايزين نصايح للامهات. كاميرا معاكي وقولي نصايح للامهات. والله أكبر نصيحة وأهم نصيحة للأم، خلي ابنك يلعب زي ما هو عايز، ورعيه وما تحسبهوش قدام التلفزيون ويا ماما ولا قدام الموبايل. أكبر خطر التلفزيون والموبايل. أنت سايبة الموبايل في إيده 24 ساعة، التلفزيون متاح ليه 24 ساعة. أنت عشان تشيلي من على دماغك وأنت عايزة ترتاحي ماشي، ما فيش مشكلة، ربنا يعينك، بس أنا كده بأذي ابني على المدى. أنا بأذي ابني. ابنك لازم يتكلم في خلال السنة، السنة الأولانية ما تكلمش، ألاحظه تاني وابتدي أرغي معاه تاني وابتدي أتكلم معاه تاني وما أهملوش. لأن أنا لو وصلت الموضوع الإهمال سنة اتنين تلاتة، أنا خليته من تأخر لغوي لحرمان بيئي لله أكبر توحد. والتوحد ده يعني ملوش علاج، توحد يعني تأهيل. أنا بأهل لك الطفل إن هو يعيش في المجتمع، لكن مش هعالجه، ملوش علاج. لكن التأخر اللغوي علاج، هيوصل وهيبقى زي أقرانه وهيبقى كويس. حرمان بيئي هنتعامل معاه وهنبتدي ان احنا نخرجه تاني من الحرمان البيئي، ارجعه للتاخر اللغوي وارجعه لحالته الطبيعيه. فاهمالنا شيء مش كويس، خدوا بالكم من اطفالكم. حبيبتي احنا استفدنا جدا منك استاذه منى، حقيقي معلومات سمير جميله جدا ومفيده جدا لكل اسره، ويا رب تكونوا نطبق المعلومات الجميله اللي قالتها استاذه منى. وبشكرك جدا على الفقره الممتعه دي. انا كنت سعيده معاكي والله. حبيبتي تسلمي، ربنا يخليكي. ومشاهدينا، حابه قبل ما نختم عايزه اهني استاذه بديعه لحصولها على حصلت على المعاش، وعايزه اقول ان ده مش نهايه العمر او نهايه الدنيا، يعني ان المعاش دي بتبقى حاجه في كوظيفه، ولكن احنا حابين، ولكن دي مش النهايه، ولكن كملي وطلعي لنا بقى الابتكارات اللي في شغلك اللي دايما بتعلمها لنا. وحضرتك طبعا خير مثال وخير قدوه لينا كلنا، وكل المشاهدين الكرام اللي بيتابعونا، اللي حابب يتواصل معانا ويظهر معانا في برنامج مفاتيح السعاده يقدر يقدم معلومات قيمه تفيد الناس وتفيد الاسره. احنا بنستقبل ده معاكم على رسائل الصفحه على البيج سلوى متولي. ونشوفكم ان شاء الله الحلقه القادمه. الى اللقاء.